طب الانتخابات امتى يا فندم؟ ربنا يسهل. احنا فيه ان شاء الله هندعو اليومين اللي جايين القريبين قوي دول الى جمعيه عموميه غير عاديه علشان تعديل النظام الاساسي باذن الله. تمام. نسلم اللائحه الجديده ونشوف بعدها الانتخابات هتبقى عامله ازاي. يعني الانتخابات قريبا؟ انا بقول لحضرتك اخلص الاول الخطوه الاولانيه اللي هي تعديل النظام الاساسي اللي هيتعمل عليها الانتخابات ان شاء الله بعد ما يتم الموافقه على النظام الاساسي. طيب. الجديد. تمام. ونخش على اللي بعده. 30 نوفمبر ده موعد انتهاء فتره حضرتك مع اللجنه الخماسيه، ده صحيح؟ ان شاء الله. هل ممكن يكون في مد اخر؟ والله يا فندم انا ولا بفكر في هذا الكلام وما اعرفش الكلام ده خالص. انا عندي اجنده محدده او عندي زي الميشن اللي انا جيت بيها انها هتشتغل 1 2 3 4 5. ايوه. احنا عملنا بتاع مثلا 30 وحصل لنا اللي ما حصلش في أيوه. الدنيا ده حقيقي. كورونا ده حقيقي وشغل يعني بص كل حاجه والله ده حقيقي غير طبيعيه حصلت السنه دي. ورغم كده كان في تحديات وزودنا فار وعملنا مش عارف ايه وكره موحده وتقسيمه كل الكلام ده، بس في الخمس حاجات الاساسيات اللي كانت موجوده المفروض ان شاء الله اخرهم هم الحتتين دول. ايه هم؟ تعديل النظام الاساسي ايوه واقامه الانتخابات.